قراءة الجرائد هي من العادات اليومية يلي بيمارسها عدد كبير من المواطنين بكل أنحاء العالم. فكروا بإعادة استعمال الجرائد لما تسببوا أزمة بيئية من ناحية كمية النفايات بالمكبات. ممكن استعمال الجرائد بتلميع الإزاز والشبابيك، وممكن تلفوا الهدايا بالجرائد أو الأغراض يلي بدها ضب أو الإزاز يلي ممكن يتكسر. فيكن تحموا الأرض بالجرائد لما تكونوا عم تدهنوا أو تعملوا أي تغيير بالديكور ببيوتكن، وحتى فيكن تحطوا جرايد على رفوف لتحموها من الجروح أو تسرب المواد المحطوطة عليها. كمان ممكن استعملها ببيوت الحيوانات بقطف الفواكه والخضرة بدل كيس النايلون، وبالأشغال اليدوية والرسم والتلوين. إعادة استعمال الجرايد مهمة كتير لمنع ضررها على البيئة، وما تنسوا تبعتوها لإعادة التدوير. ضلكن اقروا جرايد وفكروا بالاستعمالات الكتيرة الممكنة لإلها. And go green!